حاجة غريبة، حكمنا على المسلسل قبل ما نشوف بوستر مسلسل تحت الوصاية لمنى زكي يدعها في مرمى انتقاد الجمهور، ونجوم الفن والإعلام يدعمونا. تعرضت النجمة منى زكي لحملة هجوم واسع أثر طرح بوستر مسلسلها الرمضاني الجديد تحت الوصاية، حيث ظهرت منى في البوستر منفرد بحجاب ودون أي مساحيق تجميل، وهو الشكل الملائم للشخصية التي تلعبها ضمن الأحداث، لامرأة مكافحة تتولى تربية أبنائها بعد وفاة زوجها وصراعها على الميراث حتى تتمكن من إعالتهم. عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي اعترضوا على شكل الحاجبين الذين تظهر بهما منى زكي، مؤكدين أنها محاولة لإظهار السيدة المحجبة بصورة مغايرة للواقع. وفي المقابل خرج عدد من الفنانين والإعلاميين للدفاع عنها، في مقدمتهم النجمة إلهام شاهين التي وجهت رسالة لها قائلة: لا تهتمي، هم يخافون من الفن. كذلك الإعلامي عمرو أديب حيث ذكر الهجوم على منى زكي في برنامجه الحكاية، وقال: الناس بتقول ليه المحجبة وحشة، كانوا عاوزينها محجبة قمر، انت عارف هي بتلعب دور ايه اصلا؟ هو ايه محاكم التفتيش دي؟ هو احنا هنعمل دراما ان في راجل خير اتجوز واحدة خيرة وجابوا عيال خيرين وطلعوا للمجتمع وعملوا اختراعات والمجتمع وقف جنبهم، ونهاية الفيلم كل المجتمع اخيار، ايه الدراما دي؟ متابعا، الدراما دورها انها تدق ناقوس الخطر وتحل مشكلة، وقانون عاوز يتغير فيبدأ المجتمع يتكون جواه عقل جماعي لحل المشكلة، زي فيلم أريد حلا لفاتن حمامة، هو ده اللي عمل حالة مش مقالة ولا برنامج. أما الفنانة مي كساب فغردت على تويتر: أنا بحب منى زكي جدا إنسانيا وفنيا، بالنسبة لي مدرسة تمثيل منفردة الواحد يتعلم منها طول الوقت، أنا مستنية مسلسلها جدا واثقة إنها عاملة حاجة عظيمة زي ما عودتنا منى زكي، تاريخ كبير كله نجاحات ما شاء الله، منى زكي الفنانة المصرية بنت كل بيوت مصر، بنتنا اللي نحطها في عينينا ونطبطب عليها. مسلسل تحت الوصاية يضم عدد كبير من الفنانين: منى زكي، دياب، نسرين أمين، مها نصار، خالد كمال، رشدي الشامي، وهو من تأليف خالد دياب ومن إخراج محمد شاكر خدير. خالص أمنياتنا لفريق العمل بالنجاح والتوفيق، والمشاهدين بمشاهدة سعيدة. عزيزي المشاهد، لا تنسى لايك واشتراك في القناة مع تفعيل الجرس يصلك كل جديد. مع أجمل ورقة تحياتي وتحية أسس الثقافة ومعلومة، تابعونا